بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. اعتقلت قوات الاحتلال ظهر اليوم 10 نشطاء من المقاومة الشعبية في قرية عناتا أثناء محاولتهم إزالة سياج وضعه مستوطنون حول أراض تعود لأهل القرية. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من سكان مخيم بلاطة شرق المدينة بعد اقتحامهم للمخيم. قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن المصالحة الفلسطينية متوقفة على رد حركة فتح عن الأسئلة التي وجهت لوفد اللجنة المركزية الذي زار قطاع غزة قبل أسابيع. وأضاف الحية أنه في حال أجابت حركة فتح عن هذه الأسئلة وبوضوح سيتم توفير فهم مشترك للمصالحة والمضي بها. بدأت نقابة الأطباء بسلسلة فعاليات تصعيدية احتجاجية اليوم احتجاجاً على ما وصفته بتخلف الحكومة عن تنفيذ الاتفاقات حول العلاوات ونظام التفرغ. وذكر القائم بأعمال نقيب الأطباء الدكتور مجدي الجلاد إن الفعاليات تبدأ يوم الأحد وستستمر حتى التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات، غير أنها لن تشمل الحالات الطارئة. اعتصم موظفو مستشفى جمعية المقاصد أمام وزارة المالية اليوم في رام الله احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم للشهر الرابع على التوالي. مستشفى المقاصد في حوالي اللي بيعملوا في المستشفى حوالي 720 موظف، ال 720 موظف فيهم حوالي 60 طبيب اختصاصي وفيهم حوالي 80 طبيب في مرحلة الاختصاص، وفي عندنا حوالي 25 طبيب امتياز، عندنا حوالي 300 ممرض وممرضة. المستشفى فيه 250 سرير، فيهم حوالي 70 سرير للعنايات المكثفة. والآن مشاهدينا إلى حالة الطقس، حيث يكون الجو يوم غد صافيا بوجه عام مع ظهور بعض الغيوم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ومن المتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية الموجز، ولمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني وطن.tv، وإلى اللقاء.